بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين، راح أعطيكم بعض المعلومات أيضا التي قد تفيدكم إن شاء الله في المستقبل. الوحدة أو جنرال جين غاز 410، الوحدة بارك الله فيكم مشكلة تخاف تمسح بعدين تروح المعلومات هذه. طبعا 24 يعني 2 طن. اوكي، ما قلت لكم راح تروح المعلومات، الله المستعان. زين، و الغاز وين الغاز؟ كمية الغاز وينك يا كمية الغاز؟ زين، 2 طن كمية الغاز كيلو و600 جرام. زين، وهذه المواصفات على تي 1 اوكي، وعلى تي 3 لمن اراد ان يستفيد. وهذه تعمل بنظام تشغيل من الوحدة الخارجية. زين، يعني الكهرباء تمر اولا في الوحدة الخارجية، راح نقطع الكهرباء اساسا نمسك بعض الاسلاك. طبعا فيها نظام الريلي، هذا نظام الريلي تشغيل، هذا المكثف تقريبا مكثف ممكن يكون تقريبا 2 مايكرو، وهذا الكاباستر. زين، كاباستر الوحدة الخارجية نقرب لكم شوي، 60 مايكرو اوكي، 2 طن 60 مايكرو الكاباستر. الضغط طبعا ما اقدر اشوف رقم الموديل. والمروحة بارك الله فيكم، اعتقد ان الاستيكر مالها ليس هنا ولا هنا. زين، ممكن الاستيكر في الاسفل، يعني لا نستطيع ان نفيدكم بشيء اوكي بخصوص المروحة لان الاستيكر في الاسفل. زين، الشبك من قطعتين 1 سنتي لكل قطعة كامل فل. زين، فقط هذه المعلومات اوكي. المروحة صراحة حجمها كبير، ممكن تكون في حدود 78 واط. زين، ممكن اما ان تكون 80، يعني ما بين 70 و80 او 85 اوكي. فقط هذا هو. زين حبايبي، في المستقبل اذا وجدت وحدة عندك او جنرال، هذه راح تكون مواصفاتها. وكان الله غفور رحيم. طبعا في هذا الهاي بريشر سويتش. زين، اذا ارتفع الضغط ممكن يفصل الجهاز. زين، وفيها فيوز ايضا في الوحدة الخارجية، هذا فيوز اوكي فقط لا غير. من اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك، وإذا الإعجاب أيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.